السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا نجم كلكم بتحبوه وغالي على قلوبنا، فنان قدير بنعشقه في كل أدواره، النجم الكبير المحبوب القدير الفنان كمال أبو ريا، كيمو الوسط الفني، حبيب الوسط الفني كله. ومعايا صديقي العزيز إسلام ترك المحترم، الصديق العزيز، ومعايا طبعا صديقي الغالي محمد المحسنة من الأردن، وقاعدين في تنورين، أحلى مكان ممكن تيجوا فيه إن شاء الله، مطعم وكافيه أردني هتلاقوا فيه حاجات حلوة كتير جدا هتعجبكم هنا في أكتوبر في الحي الأول حبايبي. طب يلا بقى بينا ننتقل كده، اوب، نعمل الكاميرا كده اهو، 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 ويظهر بقى حبيبنا، حبيبنا النجم كمال ابو ريا. يلا رحب بقى بمحبينك واصدقاء الصفحه عندي يا استاذ كمال. يا اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. ويعني انا بشكر صديقي الاستاذ سامح انه اداني الفرصه دي علشان نلتقي من خلال اللي انتم بتعملوه ده، اللي هو البث المباشر. انا حبيبي مش بعرف اعمل الحاجات دي خالص يعني، وانا سعيد ان انا النهارده مع سامح وعزمني على العشاء في المطعم بتاعه فوق راسي، ده مكانك. يعني قدم لنا اكل اردني جميل جدا عمله مستر محمد قاعد جنبنا اهو، وكنا نتمنى ان كلكم كده، كلكم على بعض كنتوا تيجوا تتعشوا معانا عشان نخرب بيت سامح. طب ما تيجي، طب ما تيجي، طب ما تيجي نعمل حاجه حلوه. طب والله الاستاذ كمال قال فكره جميله جدا، والله ممكن نعمل مسابقه من خلال الصفحه، ايه رايكم؟ يلا بقى نفعل الكلام ده، اللي يعمل منشن كتير وشير كتير للفيديو وكومنتات كتير ممكن نعزم عائله او اتنين مثلا مخطوبين او اتنين متجوزين او مجموعه من الاصدقاء لحد 4 5 افراد على العشاء معانا، ويجي وانا هكون حاضر، وكمان النجم كمال ابو ريا يكون موجود معانا. اظن بقى فكره على الهوا اهي، الاستاذ كمال دبسنا فيها اهي. ايه رايك؟ لا طبعا يعني لقاء الاصدقاء ده بتبقى شيء ممتع يعني، والواحد يحب دايما يشوف الناس اللي بيحبهم صرف النظر عن العشاء او اي يعني اي حاجه، انما نتمنى نشوفكم ان شاء الله كلكم يعني، بيقول كل اصدقاء سامح يعني. بيقولوا النجم سيء، معلش عشان انا صوتي رايح عشان واخد بالي. دعواتكم بالشفاء للاستاذ كمال بس عشان هو زوره وجعه شويه. بيقولوا النجم سيد المغازي، سيد العايق، سيد العايق المغازي. كبير كمال وريا، النجم الكبير، سيد الكبير كمال وريا، حضرتك يا استاذ سامح منورين، سيد المغازي اهلا فنانين، اهلا بيكم، اهلا بيكم، اهلا وسهلا. ده حبيبي بقى وصديقي اسلام ترك، راجل منتج منفذ محترم وجميل، منتج فني جميل جدا وصديق عزيز، وهو نجم برضه معروف جدا يعني، فيحب يسلم عليكم. مساء الخير، انا ولا معروف ولا حاجه، انتوا اللي معروفين حبيبي وانتوا النجوم، وانا مبسوط ان انا معاكم النهارده. نعم يا استاذ، بنشكرك حبيبي، حبيبي يا استاذ، بنوركم جميعا جدا جدا جدا. شوف الراجل بتاع ايطاليا ده، وربنا اجدع صحبه محمود عمار، وربنا انت اللي جدع ومحترم حبيبي. معايا انا في متابعين من الاصدقاء في الصفحه من الاردن، فمعايا صديقي محمد المحسنه من الاردن اهو، سلم على الناس. مساء الخير، مساء الخير على الجميع، وبتشرفونا والله، ان الشرف اليوم استقبلنا الفنانين الكبار ما شاء الله عليهم، الاستاذ كمال ابو ريا والاستاذ سامح صفوت والاستاذ اسلام ما شاء الله عليهم يعني. نورونا، وان شاء الله نشوفكم دائما متواجدين عندنا، وطبعا محلكم ومطعمكم في اي وقت باذن الله. شرفونا يا سيدي، اهلا وسهلا، باذن الله. مساء الخير الاستاذ كمال، ان شاء الله في اعمال ان شاء الله قريب ان شاء الله تشوفوه فيها. ان شاء الله باذن الله قريب، وفي مسلسل بيتذاع على قناه الحياه دلوقتي اسمه الحلم، الاستاذ محمد رياض والاستاذ الصابرين والاستاذ احمد عبد العزيز، ويعني مسلسل ان شاء الله يعجبكم يعني. الناس بتدعي لك اهيت وبتسلم عليك. تسلموا، ربنا يخليكم لينا واحنا عايشين بنفسكم، وكلامكم الجميل ده بيرفع معنوياتنا، وكل سنه وانتم طيبين. دور سيد المغازي، لا بجد عرفنا بقى، يمكن يعني قول لنا حاجه هنا حصري عن دور السيد المغازي. انت اخترته ازاي، او جالك ازاي، او دراستك للشخصيه ازاي انها توصل وتفضل عايشه مع الناس الفتره دي كلها، والناس كلها بتنادي لك بسيد المغازي.
هو طبعا الأساس في أي نجاح لأي عمل فني هو الكتابة. الكاتب ربنا يديله الصحة ويطول عمره الأستاذ محمد جلال عبد القوي، هو رسم الشخصيات كلها بعناية شديدة يعني، وكانت أكتر شخصية يعني شيقة وعجبت الناس كانت هي شخصية سيد المغازي، مش عشان أنا ممثل شاطر، لا علشان هي مكتوبة حلوة أوي. الشخصية صعبة جدا وتمر بعدد كبير من المراحل اللي نقدر عليها السيكولوجية يعني، المراحل النفسية يعني، من شاب نقي السريرة بسيط مقبل على الحياة متفائل ابن عيلة كويسة ميسورة الحال، يسيب الطب ويشتغل عايز يبقى فنان، وبعدين بيصطدم بشوية أمور صعبة جدا بتقلب كيانه وبتحوله، عدد من التحولات الصعبة، وهو شخص ما كانش قادر على الفعل يعني، كان يقدر ما كانش يقدر ياخد موقف يعني، شخص لطيف ابن ناس ذوق متربي تربية كويسة، فلما بيصطدم بأمور صعبة فبيبقى رد الفعل الصدمة عليه بتبقى عنيفة. فشفناه في مواقف كتير كان أدائيا يعني كانت تبقى صعبة جدا في التعبير عنها أو ترجمتها للمشاهد يعني. هو فعلا من أجمل الأدوار واللي أنا بحبها وبعتز بيها. عليا الأستاذ مهدي يوسف، أستاذ مهدي صح؟ مهدي يوسف. عملت له مسلسل اسمه مع مرتبة الشرف، يعني الحقيقة ما اتذاعش في مصر وفي الدول العربية كتير ما اتذاعش، كان من أصعب وأجمل الأدوار، يمكن لا يقل صعوبة عن شخصية سيد العايل الله يرحمه بالمناسبة يعني. طبعا طبعا. بيقول مسلسلات لا تتكرر. الله الحمد لله، يعني الحمد لله سامح ان سيبنا اثر يعني عند الناس طبعا طبعا يفتكرونا دايما. انت علامه استاذ كمال في الفن، علامه بجد والله، علامه في الدراما المصريه يعني، ما حدش يقدر ينكر ده ابدا. وانت ما شاء الله عليك، انت يعني زي ما بيقولوا كده بتلبس الشخصيه وبتعيشها يعني، بتترك كمال ابو ري على جنب وبتعيش الشخصيه نفسها. انا متشكر جدا لكل الكلام الحلو. احسن حاجه انكم فنانين ثابتين على احترامكم لنفسكم وللمشاهدين، وما بتقدموش غير الفن المحترم. الف شكر يا رب، نبقى دايما كده بالنسبه لكم ان شاء الله باذن الله، نقدم فن محترم وفن هادف يا رب ان شاء الله. طيب انا بشكركم كتير جدا، وحبينا بس نطلع نمسي عليكم ونسلم عليكم، وانتهزت فرصة طبعا الأصدقاء الأعزاء والصحبة الحلوة الجميلة اللي معايا، الفنان كمال أبو ريا، الأستاذ إسلام ترك، محمد المحسنة، وأنا معاكم. فقلنا نطلع كده نرمي التماسي يا ورد قاعد على الكراسي. الله. أشكركم جدا 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 يا محترمين يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.